يا بنات واهلا بيكم تاني في القناه. انا نوج والنهارده عندنا فيديو ميك اب توتوريال للشغل او للعمل. فلو عايزه تعرفي ازاي انا بعمل الميك اب بتاعي وانا رايحه الشغل كملي الفيديو للاخر. واحب انوه ان انت مش لازم تعملي اي حاجه انا بعملها في الفيديو دوت. This is how I do it. دي طريقتي انا. Feel free ان انت تعملي اللي انت عايزاه من الميك اب. ما تحطيش ميك اب اصلا، مش لازم، مش ملزمه انك تعملي حاجه. الميك اب ما هو الا تعبير عن شخصيه الواحد. فشوفي انت مرتاحه في ايه واعمليه. مش معنى ان حد بيعمل حاجه ان انت لازم تعمليها. وباردون المونيكير اللي لونه احمر والقميص اللي لونه بينك، بس الصراحه كسلت اغير المونيكير يعني. وقبل ما نبدا الفيديو ما تنسيش لو عجبك الفيديو دوت تعملي له لايك وتعملي شير كتير 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 مع صحابك، وتسيبي لي كومنت برايك. ولو عايزه تشوفي اي فيديوهات تانية برضو قوليها لنا تحت في الكومنت. واهم حاجه تشتركي في قناه اليوتيوب وتدوسي على علامه السبسكرايب او الاشتراك، وبعدين تدوسي على علامه الجرس علشان يوصلك اشعار او نوتيفيكيشن كل ما ننزل فيديو جديد على القناه. ويلا بينا نبدا. اول حاجه واهم حاجه بالنسبه لي في ميك اب اللي انا بحطه وانا رايحه الشغل هو السكين كير، لان انا بطلع او بخرج الصبح بدري وبتعرض لشمس، فلازم اكون حاطه بيس كويس يحافظ على بشرتي من الشمس ومن الميك اب ومن العوامل الخارجيه كلها. فاول حاجه هعملها ان انا هحط كريم العين من سوب اند جلوري. تقدري طبعا تستخدمي اي كريم عين يناسبك. وبعدين بحط سيرم للنهار او للوش، هستخدم سيرم نمبر 7. وبعدين بستخدم مرطب النهار، تقدري تستخدمي طبعا اي مرطب، انا بستخدم بوتانكس. وبحط قبله سان بلوك من نمبر 7. تقدري برضو تحطي السان بلوك المناسب لبشرتك او اي براند انت حباها. انا شايفه ان ده اساسي اي بنت ممكن تعمله. بعدين هي حره ممكن تنزل بعد كده بالمنظر ده عادي جدا، اذا هي مرتاحه، اذا عايزه تكمل تحط حاجات تشيل حاجات اللي انت مرتاحه فيه. مفيش حاجه لازم واساسي. مش معنى ان فلانه بتحط اي لاينر يبقى انا لازم احط اي لاينر زيها، او بتحط اي شادو او بتركب رموش. اللي انت مرتاحه فيه، اللي شخصيتك مرتاحه فيه اعمليه. الفيديو دوت مش هيقول لك تعملي كلنا نعمل ميك اب الشغل كده كلنا زي بعض، بس الفيديو دوت ما هو الا يعني فيديو علشان بس يديكي فكره ممكن تعملي ايه لو انت ما عندكيش فكره خالص عن الميك اب. ودلوقتي هستخدم فاونديشن ميبلين فيت مي. وارجع واقول اللي مش عايزه تحط فاونديشن على الصبح ما تحطش. This is how I do it. انا فعلا بنزل الشغل باللي انا هعمله دلوقتي ده. بعدين هدمجه بالبيوتي سبونج من ريل تكنيك. وبعدين هستخدم كونسيلر لوريال بيرفكت ماتش، وهحطه بس على المناطق اللي فيها تصبغات وعند التجويفه اللي في العين. وبعدين هثبت وشي كله بباودر شفافه من اسنس. ونسيت احط مرطب الشفايف في الاول فهحطه دلوقتي عادي. بعدين هحط اي شادو. الخطوه ديت مش اساسيه عندي. معظم الايام 90% او 80% من الايام ما بنزلش من غير اي شادو اصلا، بس لما ساعات بحس ان انا عندي وقت ممكن احط حاجه، بحط لون واحد فقط وهو بيبقى لون من اتنين. وبستخدم الباليت ديت دايما، بتهيألي كل البنات عندها الباليت ديت، يا اما اللون ده وبحطه كله على جفني او على اللون ده وعلى الجفن كله طبعا وبعمله بلند. فبما ان انا لابسه بينك هستخدم اللون ده. بعدين دلوقتي هرسم حواجبي بالكيت من كاترس. طبعا انا طريقتي ان انا بس بملى الفراغات وبظبط بس الشكل بتاعهم. ومن ساعة ما فتحت شعري وبقيت استخدم اللون الفاتح. زمان كنت بستخدم اللون الغامق والفاتح بحطه بس في اول الحاجب. دلوقتي بقيت اعمل الحاجب كله بالفاتح. بعدين هرسم الايلاينر، وهنا دي بقى خطوة اساسية. 90% من الايام اللي ببقى نازله فيها الشغل بحط ايلاينر، وهستخدم ايلاينر محمود سعيد. بعدين بكحل اسود هستخدم كحل من اسنس. هحط خط تحت عند خط الرموش، حاجه بسيطه جدا عشان يحدد العين وما يخليش المنظر اللي تحت كده ساده. وبفرشه صغيره هدمج الكحل. وبعدين believe it or not انا ممكن عيني كده خلاص ما بحبش احط ماسكارا. انا بحب احافظ على رموشي جدا. زي ما قلت في الفيديو بتاع ازاي تحطي الماسكارا او اسراري لوضع الماسكارا، تقدروا تشوفوا الفيديو دوت من اللينك اللي هيظهر هنا.
انا وانا رايحه الشغل ما بحطش ماسكارا، لانه عارفه ان الماسكارا مع الوقت والاستخدام الكتير كل مره هتيجي تمسحيها الا ما هتنزل رموش وبتكسر الرموش. وونس ان انا بيجي عليا فتره كده احط ماسكارا واوقفها فتره وارجع اهتم بيها على طول، بلاحظ الفرق ان هي بترجع تطول وتبقى كثيفه تاني. ف لما بيكون عندي يوم مهم في الشغل طبعا بحط ماسكارا. فالنهارده علشان ما سيبش الفيديو مأساوي كده يعني، فهحط ماسكارا. فقبل ما احط ماسكارا هستخدم اللاش برايمر دوت من جولدن روز، وهو مدعم بالفيتامينز فيتامين بي 5. وبعدين هستخدم ماسكارا فلورمر اسمها بوش اب ديفينيشن ماسكارا. وبعدين هحط بلاشر، وهستخدم بلاشر من اسنس، هو لونه مشمشي على بينك كده، بحب الالوان اللي في البلاشر تبقى هاديه الصبح. وبعدين هستخدم هايلايتر ذا بالم ميري لو، والهايلايتر بكون يعني ايدي خفيفه جدا فيه عشان ما يبقاش على الصبح كده في وش وجلتر بينور. واخر حاجه في الميك اب كده ونكون تقريبا خلصنا هو الليبستيك. وعاده بحب استخدم على الصبح الحاجات البينكش النود، مش الالوان الفاقعه. فمفضلاتي من الصبح هي ليكويد ليبستيك من ذا بالم اسمه كوميتد، وكمان الالوان بتاعه فلورمر كنت اتكلمت عنها في مفضلاتي لسنه 2017. لو عايزين تشوفوا الفيديو ده برده تقدروا تدوسوا على اللينك اللي هيظهر هنا فوق. وهستخدم النهارده الليكويد ليبستيك بتاع ذا بالم. واخيرا وليس اخيرا، علشان الميك اب يدوم لاطول وقت ممكن، وعلشان الباودر والفاونديشن وكل الحاجات دي تبقى كلها كده حتة واحدة، هحط مثبت المكياج من اسنس. وبكده اصدقائي الاعزاء نكون خلصنا فيديو النهاردة، فيديو ميك اب توتوريال للشغل او للعمل. يارب تكونوا استفدتوا واستمتعتوا وانتوا بتتفرجوا عليه. وما تنسيش لو عجبك الفيديو دوت تعملي له لايك وتعملي شير مع صحابك، وما تنسيش تعملي طبعا سبسكرايب في القناة. ولو عايزة تعرفي اخبارنا واخبار القناة تقدري تتابعينا على السوشيال ميديا بتاعتنا على الفيسبوك وتويتر وانستجرام وسناب شات. هتلاقي كل الاكونتس تحت في الديسكريبشن بوكس فوق الفيديو دوت لو انت على الفيسبوك، وكانت بتظهر على الشاشة خلال الفيديو، كمان هتظهر في اخر الفيديو دوت. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.